التلمس الجسدي كاين بزاف على بالكم واش كاين تما نزيدو نتعاونوا ان شاء الله وتكون النتائج ايجابيه. حنا الانسان ما عندوش كوارط نحولوا باش نديروا حنا ما نضربوا ما ها في إطار العمليات المشتركة التي نقوم بها بالتنسيق مع زملائنا من الدرك الوطني، تم اليوم مراقبة عدة سيارات مع تفتيش الأشخاص المشتبه فيهم. أيضا أفضت العملية إلى تحويل 20 درجة نارية نحو المحشر. سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر رفقة مصالح أمن ولاية الجزائر مداهمة مشتركة مست إقليم المقاطعة الإدارية بباب الواد. مكنت هذه العملية من توقيف بعض الأشخاص بحوزتهم أقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء، كما تم توقيف شخص محل بحث من طرف الجهات القضائية. هذو الأشخاص سوف يتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا. في إطار حماية المواطن وممتلكاته والحفاظ على السكينة العامة ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها خصوصا حرب العصابات، قامت اليوم مصالح أمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني بعملية أمنية مشتركة في قطاع اختصاص أمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، حيث أفضت هذه العملية إلى توقيف 5 أشخاص أحدهم مبحوث عليه، كما تم حجز مجموعة من الأقراص المهلوسة أسلحة بيضاء. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية مع المشتبه فيهم سيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا بملف قضائي.